بسم الله الرحمن الرحيم. أولا احنا طبعا نتشرف دائما بهذا الوقت من السنة لحضور المعرض والمؤتمر الخاص بديهات بعد مرور 12 سنة. اليوم احنا واثقين ان في انعكاس قوي يبين ويبرهن ان هذا من اهم المؤتمرات والمعارض اللي موجودة في العالم كله، بحكم ان سنة عن سنة نشوف نسبة تزايد كبيرة، سواء كان من المؤسسات اللي تيجي تعرض او من يعني في عدد كبير حتى من برا، او حتى بالنسبه للمنظمات الدوليه والحكومات والدول الثانيه في حضوره هنا، وصار من المؤتمرات المعروفه عالميا. فهذا يعني ان مؤتمر ديهاد وضع دوله الامارات على خارطه المساعدات في العالم كله من خلال هذا المعرض والمؤتمر، ونحن بالنسبه لنا جزء لا يتجزا من هذا الشيء بحكم وجود الوزاره واهميتها والدور اللي تلعب فيه. شكرا. طيب. المعرض يمثل اصلا الوزاره السنه دي؟ احنا طبعا كلنا على علم بان سنة 2015 اعلنت بانها سنة الابتكارات، ما نراه في دولة الإمارات حاليا بالنسبة للمساعدات هو الاهتمام للمؤسسات كلها في اتخاذ طريق خاص بالإبداعات والابتكارات. وعلى سبيل المثال يعني اليوم لما احنا نتكلم على موضوع المساعدات في حد ذاته، موضوع السولار انرجي والويند توربين هاي في حد ذاتها تعتبر تكنولوجيا، ايضا في مسألة إدارة وتنظيف الآبار بالنسبة لوجود المياه في دول كثيرة. فالتقنيات لها أهمية كبرى للمساعدات والمؤسسات الذي تذهب في موضوع تروح يعني في المساعدات هذه بوجود تكنولوجيا كثيره. ففي المعرض دائما نلاقي سواء كانت من سيارات اسعاف او غيرها او حتى تاسيس المخيمات نفسها بحد ذاتها، سرعه الذهاب الى المناطق المتاثره ووضع المخيمات هذه في اقصى سرعه. فالتكنولوجيا لها يد كبيره ومهمه جدا في مساله المساعدات في العالم كله، ودوله الامارات ماخذه القياده في هالشيء من منظور ان 2015 هي سنه الابتكارات والاختراعات. شو الجهات الدوليه اللي عملت القياده؟ ما اسمعها. الجهات الدوليه المنظمات الدوليه المشاركه في بعضها عمل مع الوزاره مع احنا بالنسبه لنا طبعا تمثيل الامم المتحده في المؤسسات نفسها بالنسبه للمساعدات هذا دور من ادوارنا احنا ولنا علاقه مرتبطه فيها، بس ايضا على حوالين المؤتمر والمعرض الخاص بديهاد دائما لنا فرصه ان احنا نتلاقى مع الحكومات. اليوم مثلا على سبيل المثال لدينا لقاءات ما بين المؤسسات الخيريه ذات النفع العام في دوله الامارات مع المؤسسات الخيريه ذات النفع العام النرويجيه، فكان اليوم في لقاء مشارك للنظر الى تبادل الافكار والخبرات اللي موجودة والاستفادة من كلا الطرفين. فإحنا بالنسبة لنا تواجد المؤسسات هذه هنا والدول اللي موجودة تعطينا فرصة كبيرة لتبادل الآراء والمشاورة بالنسبة للاستراتيجيات العامة ويعني وين ممكن نحن نتعاون. شكرا. أنا أقول يعني في خلال 12 سنة كل سنة في تقدم أكثر عن السنة اللي قبلها، بحكم أن احنا نشوف أكثر من يمكن من 60 دولة مشاركة في ارتفاع نسبة الحضور أو المعارض اللي موجودة ب 20%. يعني هاي كل أرقام تعكس أهمية ونجاح المؤتمر والمعرض في حد ذاته، وأنا أهني المنظمين لهذا الشيء والالتزام اللي موجود عندهم يعني في تمثيل الدولة من كل المؤسسات سواء كانت ذات النفع العام أو المؤسسات الحكومية. شكرا. بارك الله فيكم. أقول لك الحين وضع دولة الإمارات على خارطة العالم يعني من ناحية أنه إن في قبول أكثر، وكمؤتمر وكمعرض معروف يعني في كل زياراتنا الوزراء دائما يتحدثون عنه، فهذا يعني أنه هو يعني أثبت نجاحه. شكرا.